ومكملين نحن ضمن صباحنا غير ده اليوم، ووصلنا لفقرتنا اليوم عن هيك مواهب طفولية حلوة. هدول المواهب اللي دائما بحاجة لدعم المجتمع ودعم الأسرة لحتى تكبر الموهبة وتثمر بالمستقبل. اليوم ضفنا لليوم صبيتين طفلات حلوين كتير عندهم موهبة الرسم والتمثيل. معنا بيان أبو الهوى وكوتش التمثيل مهند البراغي البراعي بزاعي. وهو موهبة في البزاعي بزاعي. أهلا وسهلا أستاذ مهند. وأيضا معنا موهبة في الرسم لانا البغجاتي ومرافقتها أما لليوم مها جبريسات. صباحكم. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير يا حلوين. أهلا وسهلا فيكم. بالبداية رح أروحنا عند الكوتش مهند. صباح الخير. صباح النور. يعني حضرتك بما أنك الكوتش، خلينا هيك نحكي عن المواهب، خلينا نحكي عن دعم المواهب. من أي أعمار منبلش نكتشف المواهب وننميها أيضا؟ تمام. أول شيء صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا. هلأ بالمشروع بتنقبل، بمشروع بكرة قلنا بتنقبل المواهب تقريبا من عمر 5 سنوات. أوكي. ويعني الى 18 سنه تقريبا في عندنا طلاب بعمر 18 سنه يعني. نعم طبعا بكره قلنا يعني عم نشوفوا على السنوات الماضيه كيف عم يخرج مواهب، ان كانت تمثيليه ان كانت غنائيه ان كانت ايضا عزف موسيقى. ولكن خلينا هيك بالبدايه عند عندما بيتقدموا الاطفال الى يعني او شيء تيست الفحص، كيف بتختارون؟ كيف هيك على اي شيء بتعتمدوا؟ تماما. هلا اي موهبه بتجي سواء يعني عمر 5 سنوات او 6 او يعني ايا كان العمر، نحن اول شيء بننتبه عليه هو قديش هو عنده الفطره بانه يكون بهذا المكان. نعم. يعني هذا الشيء ببين عنا من خلال تيست كتير بسيط، بس انه يقول اسمه. لان دائما او غالبا المواهب تجي هي بتجهل ما معنى تمثيل، بتفكر انه او بتعتقد انه التمثيل هو التلفزيون او التلفزيون. قد ايه الطفل اليوم لازم يكون عنده شخصيه قويه يقدر يكسر هذا الحاجز بينه وبين الجمهور وبين المدرب نفسه؟ يعني اليوم بيان كيفك؟ صباح الخير. اول شيء صباح الخير. شو جايبتينا معك اول شيء؟ هلا بيان هي عن تمثيل وشو كمان؟ هي لوحات تماما. ولا شهادات؟ لا هي ممثلة كموهبة تمثيل. هي ممثلة انت بس عندها ملكة لحالها. هي حياة بترسم يعني. هيدا المخ ما شو هذا؟ القلب. هيدا القلب عفوا. طيب بيان اليوم شو كمان هي؟ حلو. هي من رسمات هيك؟ هي من رسمات بيان. بيان. طيب بيان اليوم انت قد ايه لك تقريبا؟ طيب 6 سنين. نقرب المايك. اليوم نحن 6 سنين قادرين اليوم نعمل مشهد تمثيلي قدامنا. خلينا نشوفك. نحن كمان حابين اليوم نشوف بيان لوين وصلت بعد 6 سنوات. جاهزه؟ او شو بدك تقدمي؟ خلي المايك. بدي اقدم خياطه. خياطه. كثير شايفه حالها. كثير شايفه حالها؟ كثير منزعه يعني. اوكي. يا عليها. يلا انت واقفه كوتش مهند تمسك لها المايك ولا انا بمسك لها؟ ما عندي مشكله. يلا يلا تفضل. هلا مين معي؟ لك شو بدك انت هلا؟ هلا انت جاي تتصليني؟ استراحه اخذنا هلا، بعدين بحكي معك. يا اهلا مزارتنا البركة. مين انت؟ من وين؟ من فرنسا ولا امريكا ولا نيويورك؟ المهم اجنباوي. يلا خيطت لك بعقلي. شو فستان؟ قومي لقيسي. ديري هيك شوفيني. والله طالع خصرك مثل العود الفرنسي بالزبط. شو بدك القماشه لونها؟ والله احلى شيء فسفور. لا برتقالي. زهر غامق احلى شيء بعيد. بطير العقل. بعد شهر تعالي لعندي، ماشي؟ شو بدك؟ هلا جيت لك، في عندي وحده
بعدين بحكي معك. شلون عم تفهم علي؟ اي انا دائما كل بلاد العالم. بعدين بحكي معك. تصوري معي؟ دخل البنات الحلوين، برافو عليكي، كثير حلو. كوتش انت مدرب عليه للمشهد؟ هلا هذا جزء من عرض كمان. جزء من عرض، عرض جماعي. اي طبعا. تمام، خلينا لك نركز على، يعني هي عندها موهبه ولكن يمكن فردي بيكون اصعب من انه يكون جماعي مع الكل وعلى خشبه المسرح، صح؟ اكيد. هي بتحكي لنا اذا بدك تحكي. لا هي طريقه التعاطي كانت عم تتعاطى مع حدا، فهو المفروض هو ممثل يعني موجود. أوكي. هي ما عم تعمل مونولوج لحالها يعني. هي الفكره يعني، هو جزء من عرض كان. طيب خلينا شوي ننتقل لعند لنا. صباح الخير منى. صباح النور. كنا عم نقول هاي الموهبه بدها دائما دعم، وبدها دائما انه اليوم الام والاب والمجتمع ينمي هاي الموهبه. خلينا نحكي شوي تفاصيل عن لنا، عن عمر موهبتها، واليوم شو قادره. قد ايه عمرك اليوم لنا؟ العمر على المايك حبيبي. خلي المايك هيك ونحكي. احكي لنا اليوم شو جايبتي لنا، احكي لنا عن هاي الموهبه الحلوه يلي مثل ما خبرونا انه انت اليوم قادر ترسمي شخصيات كرتونيه وحتى اشخاص. خبريني قد ايه لك عم ترسمي؟ على المايك يا لانا. وقت ما كان عمري 4 سنين. 4 سنوات. والماما اليوم شو قدمتي لها لانا؟ قدمت لها الوقت يعني نميت لها موهبتها لتصير احسن، عشان تصير قدام رسامه. يعني ما هي مو موهبتها للرسم، يعني ما بدها تصير قدام رسامه، بدها تصير طبيبه اطفال. حلو. هي بدها تكون طبيبه، بس هي حابه تكون يعني موهبتها الرسم، ما حتخلى عنه. نعم. حلو. دخلتيها معاهد عند كوتش؟ لا انا ما حطيتها معاهد، هي من حالها. هي كانت تابع التلفزيون. كانت تشارك بهيك قصص؟ كانت تتابع على التلفزيون شخصيات كرتونيه وتحاول تقلد نفس الشخصيه وتطلع مع نفستك تقريبا. أو كمان لانا بكره لنا؟ لا ما لنا بكره لنا. نفتل هيك شوي نشوف شو اليوم راسمي لانا. خلي المايك هيك. انا كانت ترسم تشوف الشخصيه اللي بنفسها هي ذاتها. حلو فستانك. تعالي نشوف. نفتل هيك، ديري لعندي لشوف. واو، مين هاي؟ شو فيها على الكاميرا يا لانا؟ هي لانا شو فيها على الكاميرا؟ اعطيها المايك لرشيد. ليش خجلانه؟ انا كنت بعمرك كنت اطلع غني. ارقص. هاي من الشخصيات الانمي. شو اسمها؟ ما بعرف. انمي، اوكي. طيب خلينا نمسك المايك منيح. خلينا امسكي منيح، لا تخجلي. طيب طيب هيك نستعرضهم بشكل سريع. ليا مين هاي بتاعت زكريا؟ لا والله. ليا زهايمر. هاي مين؟ شو اسمها هاي؟ هي كمان. طيب علي صوتك، والله صوتك حلو. انت بتشوف الشخصيه بتقلدها نفسها، ما بتعرف الشخصيه شو هي. واو، هاي البنوته حلوه. مين هاي كمان قلي لنا؟ كلهم شخصيات اللي دول. طيب. تمام، يعني مثل ما عم نشوف انه نحن اليوم عم نضوي على مواهب الصبايا الصغيره. تفضلي يا حبيبتي. عم نضوي على مواهب، ان كانت تمثيليه، ان كانت بالرسم، ان كانت بهي المواهب. اليوم كوتش مهند، قديش مهم انه نحن مع انتهاء العام الدراسي والدخول الى فصل الصيف، ضغوطات الدرس، ضغوطات الوضع المعيشي، الوضع الاقتصادي، وضع البيت، قديش مهم انه نحن نعتني، وخاصه يعني ضمن مشاريع عم تنعمل بشكل بروفيشنال، عم يجيبوا عالم مختصين يعني من اهم الاشخاص، المختصين بالرسم، المختصين بالموسيقى. قديش مهم اليوم الاطفال يفرغوا طاقتهم، نكتشف انه عندهم شيء مهم غير انه هن يحفظوا درس العلوم ولا انه هن يحلوا مساله الرياضيات. 100%. هلا من احد اهداف هذا المكان، مشروع بكره، انه الطفل يجي يفرغ يعني الطفوله اللي ما قدر يعايشها تقريبا بظرف الحرب، بظرف الظروف العامه اللي صارت بالبلد. تمام. فهذا المكان كان كثير صحي. أوكي. بانه يفرغ كل طاقه الطاقه اللي عنده. الاطفال اليوم عن الجو الخارجي 100%. 100%. مثلا كبيان حدا مهتم بالتمثيل او كذا، فهي بتطلع من جو الخارجي كله
وهون عن جد بتنعزل انعزال تام عن كل شيء خارجي وبتنمي كل بتنمي الموهبة اللي عندها بما معناه. يعني بيام بدك تعملي لنا شيء ثاني؟ بس هاد فيك تعملي لنا شيء ثاني؟ لأنه ما معقولة قد ايه مهضومة أنت. أنت شو عبالي؟ قولي لي شو؟ وتعالي عندي هون. غني لنا شيء، اعملي لنا شيء، اعطيني أنا أمسك لك المايك، الكوتش معي أمسك. والله؟ يلا. غني لنا شيء؟ ارتجلي ارتجلي هيك اليوم من وحي قعدتنا مع هيك. ما تبعدي عني. يلا. أنا براغية كذا كذا بايظة. أول ما حدخل المهرجان حغني وحارقص راجع حش صاحبك عني راجع صاحبك جنني. كتير بوسه كتير حلو. بيان احكي لي مين شجعك على انك انت تمثلي انك انت هيك تنمي هاي الموهبه وقت بتمثلي بيصيروا بي 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 هيك بيعطوكي دعم غير الكوتش؟ ماما وبابا بحبوا. دائما بتمثلي لهم؟ احيانا. انت مين يعني مين اكثر ممثل بتحبيه بالحياه وبتحبي تصيري مثله؟ مين؟ كاريس. كاريس بشار. ان شاء الله يا رب تصيري اهم منا. يلا تفضلي المايك لانا نرجع لعندك اليوم. عم نحكي مدام عن موهبه حلوه ومبينه ضمن الرسومات اللي جايبتها لنا. لانا خبرينا شو اكثر شيء بتحبي ترسمي؟ يعني اليوم انت وقت اللي بترسم تمسكي الورقه والقلم لوين بتروحي بخيالك؟ برسم انمي وشخصيات كرتونيه. كرتون؟ حاولتي ترسمي أشخاص؟ الماما، أخواتك، نجحت فيهم مدام؟ خبرينا أكثر. رسمتني أنا ما كنت متوقعة ترسم، كانت ترسم بس شخصيات كرتونية. قلت لها ترسميني، حطتني ورسمتني، عرفت ترسمني. معك الرسمة اللي رسمتيها للماما؟ لا والله لا ما بعت لها معي عبد الموبايل. نعم لكن خلينا نرجع عند الكوتش مهند. كوتش يعني خلينا نحكي قديش عدد الأشخاص أو عدد الأطفال يلي ممكن يكونوا موجودين ضمن الدرس الواحد لحتى يستوعبوا عملية أو موهبة التمثيل ينموها أكثر، وشو هي الخطوط العريضة والخطوط يلي نتعلمها step by step أو منعلمها للأطفال خطوة بخطوة؟ هلا الرقم المثالي تقريبا اذا okay. فيك تقولي حسب التوقيت مثلا درس ساعتين فست مواهب كثير، هذا الرقم مثالي لهذا التوقيت. لاني انت بدك تشوفي كل موهبه لحالها لمده 10 دقائق، فهذا الوقت كثير مثالي بانه يكونوا ست اشخاص بدايه. شو بتعلمون اول شيء؟ بدايه هو الف باء التمثيل. قلت لك احنا من خلال الفرضيات يعني انا بعرف بنعطى. ما بعرف انه يمكن بالتمثيل في ستريتشينج، في لياقه، في خطوط كثيره لازم يتعلموها اول شيء. بدايه نحن بنعطي الف باء التمثيل بمعنى انه ما هو التمثيل للطفل، بعيدا عن من بعد كل البعد عن المصطلحات اللي نحن بنستخدمها كمحترفين مثلا. فبنحاول قدر الامكان تبسيط المصطلح للطفل ومشان يحب هذا المكان. يعني انا اذا بدي يجي اقول له مثلا انه اعداد الممثل لستانيسلافسكي كذا، فهي الاسماء يعني المصطلحات كثير غريبه، فبنحاول نبسط له المصطلح لا يعني مشان اذا كان هو بالشارع وسمع هيك مصطلح فبيعرف انه. واهم شيء تعزيز دور المسرح. أكيد. يعني اليوم قديش لازم نحن عن جد نعزز هالمسرح 100%. هذا الحكي يعني هو من هذا المكان هو عن جد بكون حر من الداخل، انطلاق يعني منطلق بالحياة، ما عنده هي الخجل، عنده القدرة على النقاش، بيستوعبك كذا، بالأخص هذا الجيل. يعني هلا هذا الجيل ما بده كتير تدريب، ما بده يعني مثل نحطه على سكة معينة. بس انه بتحس انه نحن اليوم ضمن جيل غير الرجال خارق الذكاء، يعني انه خلقان بيعرف كل شيء، ممثل 100% يعني حتى مثلا انا دائما بقول للطلاب مثلا انه لا تعتمد بس على الساعتين اللي عم تاخذ مني معلومات فيها، روح ابحث واو الى اخره. تمام. عندك طريقه البحث هلا جوجل، بتجوجل اي يعني اي معلومه بتحب تشوفها او تطلع عليها بتلاقيها. نحن على ايامنا مثلا كنا نقول يعني مو على ايامنا بالسبعينات مثلا بس بايامنا مثلا اللي ما فيها انترنت وهيك،
فنحن نروح على مكتبة، نروح مثلا على سبيل المثال نسأل الأكبر، نسأل الأخبار 100% ممكن ما نستفيد، ما نلاقي هاي المعلومة يعني اللي نحن عن جد عم ندور عليها مثلا. لأنا خلينا نرجع لعندك شوي، نحط المايك. اليوم أنت بالمدرسة كيف عم يتم التعامل اليوم؟ الآن صار تبعوتك معلماتك، شايفين اليوم أنت قدي عندك رسومات حلوة، لفتت نظري هاي الصورة، يعني هي بعيدة اليوم شوي عن الألوان. أخذينا حكي لنا عنها، احكي كده. أول شي طلعت اللي حبيت ارسمها رسمتها، بدي ادرب عليها كمان، طلعت معي حلوة ورسمت. اليوم يعني انت وقت بترسمي بشو بتكوني عم تفكري؟ بشي او انت بكون في صورة شايفتيها وحبيتي تطبقيها؟ ايه برسمها. يعني في شي من الخيال اليوم؟ نحن عم نروح على الخيال. ما في شي هيك لا، بنشوف صورة ومنطبقها. مدام كيف عم يكون التعامل ضمن المدرسة؟ هل في تشجيع من المعلمات ودعم لها؟ شجعت الأنسة الصف والمديرة. بدي أتشكر الأنسة لبنى ومديرة سمر عباس، وفي واحد دعمها كمان، دعمها بالرسم. شاركت بمعارض؟ لا لسه ما شاركت، بس كانوا يأخذوا لها رسمات ويحطوا لها بالمعرض تبع المدرسة. اليوم كثير مهم مشاركة الأطفال، إن كان تمثيل وإن كان رسم أو غناء، بجميع المواهب، إنه ضمن معارض الناس تشوفهم. أنا دعمتها يعني أكثر شيء أنا. أنا أبوها. تمام، يعني بيانا نرجع لعندك. عرفنا مين بتحبي، ولكن ما عرفنا أنت أي خط بتحبي أكثر، بتحبي المسرح ولا بتحبي تطلعي على التلفزيون ولا بتحبي تعملي أفلام؟ شو بتحبي؟ يعني اكيد صار عندك بعد، يعني بيان واضح انه عندك خبره بعد رقم صار عندك خبره، انت شو بتفضلي اكثر؟ انا بحب المسرح اكثر من التلفزيون. اوكي، بس هيك يعني بتاخذي وبتعطي مع العالم على المسرح، ما بتتلبكي؟ لا على المسرح ما بتلبكي. وحتى على الكاميرات هيك حاسستك انك انت عم تطلعي على الكاميرا، حاسستك عندك هي الخبره الكافيه، عم تقدمي هاي الخبرة لطلاب جداد ببكرة قلنا بالمشروع، يعني بتساعدي ببعض الأحيان بالقصص اللي تعلمتيها لطلاب جديدة داخلين؟ بقدر تعطي؟ بقدر. أوكي، حبيت عم تفرجينا شي تاني؟ بما أنه مصري وخياطة، شو يا كوتش؟ سوري خلينا نروح. هي قادره انه هي تخترع شيء هلا فورا. 100% هي قادره. بيان لها بدك تعال عندي كمان. يلا شو فكري لنا بشيء قصه. انت قد عمرك؟ 10 سنين. قلتي لنا المذيعات شو رايك؟ قلتي لنا المذيعات هيك كيف بيقعدوا هيك بنقعد بنلف اجر على اجر وبنضل مبتسمين؟ قلتي لنا. اوكي هلا فكرت انا بمشهد هلا. اوكي لا. وبعدين بدك تقلدينا ها. اوكي قلديك قربي. هلا انا بدي اعمل وصفه بانكيك ما حدا عملها. هلا محتاج حليب؟ ممكن لا. زبده بنا؟ ما زبده. مسلوقة؟ لا مسلوقة. كيف حالك يا حبيبي؟ حبيبي صحيح. هاي وقت بسمك هلا صرنا يمكن معبدنا بس أنا رح أحط معلقة. ما عاد بدي اعمل شيء، ما عادك تعملي بانكيك. يلا قلدي مين بدك تقلدي على السريع قبل ما نختم؟ بس تقلديني؟ اوكي. صباح الخير استاذ كوت، الكوتش مهند. صباح النور. هلا خبرنا عن مواهب قسم التمثيل، انت شو بتعلمون اول شيء؟ والله يا استاذ يعني هيك انا بحاجة دورة تدريبية اليوم، يعني لا تقتل الضاهي ما شاء الله الموهبة. ولديها لرشا. لك انا كثير جوعانة وبحب الاكل. انا كثير جوعانة بحب الاكل.
ميرسي كثير حبيبتي، الله يحميكي. يعني شو رايك برسمات لانا اليوم هيك انتم من اعمار بعض وبتشوفوا يعني اليوم سما شافتهم هيك يعوضوا خذي المايك. ايه صحي المايك عندي نسيتي. ولانا اليوم شفتي موهبة بيان، بتفكري اليوم هيك تروح تطلع من الرسم ونروح لشيء ثاني او لا؟ لا لا. اليوم هيك بكلمة أخيرة لانا، إذا حبينا اليوم نرسم شخصية، مين الشخصية اللي هيك بمخيلتك حابة إنه بعد سنوات ترسميها؟ تكوني تمكنتي من ألوانك ومن ريشتك وقلمك. مين؟ يلا أي حاجة. طيب لكن ناطرين بس تفكري تجيبي لنا الرسمة لعنا نشوفها. مصممة أزياء. ترسمي حدا مصممة أزياء؟ لا هي تصير مصممة أزياء. أنا كنت عم قلك إذا حبيت ترسمي حدا. أوكي. ترسم أزياء، تصير مصممة أزياء على الورق. إن شاء الله إن شاء الله نشوفك محققة حلمك. وفرحة أمك قلب أمك وأبوك بموهبتك لانا، وهيك تقدمي لهم مثل ما قدموا لك الدعم تقدمي لهم هذا الموهبة بالحب لإلهم. أكيد أكيد بدنا نشكركم، وشكرا كثير لكم، شكرا لك كوتش مهند، وشكرا بيان، شكرا مدام هوا، شكرا لانا لكم، كثير موفقين بمشروع بكره. قلنا كل التحية من القلب لكل الأساتذة، للقائمين، للإداريين، للطلاب، أكيد بنرفع راسنا بالمشروع. شكرا بيان، بدنا نشوفك بالعالمية إن شاء الله. ميرسي كثير لكم لانا إن شاء الله. مقدمة البرنامج هالة سعد. إيه أوكي، هي لهالة، هلا هلا بتاخذها منك برا. شكرا كثير لكم، ان شاء الله بتشوفيها لبنتك العالميه. بس احنا بنكون معنا وكثير من شكرا كثير لكم، يعطيكم العافيه. عندنا مواهب اطفال سوريه، دائما احنا بنقول الابداع هو شعله من اثر. وهي اليوم عندنا هالة السعدي. ليش ما رسمتينا يعني؟ يلا مره ثانيه ان شاء الله. يعني شكرا كثير لكم، شرفتونا. اهلا وسهلا، يعطيك العافيه. شكرا لك. أهلا وسهلا بحضرتكم وشكرا.